هي إذن ظهرها سمو سمعروس. الأميرة إيمان بنت عبد الله تدخل مشهد جميل جدا. برفقة سمو الأمير الحسين والذي يصطحبها لبدء مراسم عقد قرانها على السيد جميل. إذن الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد برفقة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبد الله وبكامل الجمال صراحة، يعني في حديقة المنزل. مشهد جميل جدا. إذن يتوجهون في هذا المنظر الجميل في حديقة بيت الأردن، يعني هذا شجر اللوز يعني يعطيه جمال أكثر للصورة فعليا. نعم. مع يوم الزفاف يعني منظر جميل جدا برفقة أيضا يوم ربيعي الأطفال يعني الصبايا الصغار، وسمو الأميرة فعليا لها يعني ملامح طفولية فعليا وبمنتهى الجمال. وصلت الآن. إذن تصل الأميرة إيمان بنت عبد الله إلى حديقة بيت الأردن برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. إذن الملك عبد الله يعني ينظر إلى ابنته بفخر وبفرح. نعم. كبير جدا يعني ويساعدها. يساعدها. جميل جدا هذا المنظر. إذن لنرى، سأترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد لوصول سمو الأميرة إيمان إلى مكان عقد القران بحضور إمام الحضرة وجلالة الملك عبد الله الثاني. سيدي جلالة الملك المعظم عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملكة المعظمة، سمو ولي العهد المعظم، أصحاب السمو الأمراء، أيها الحفل الكريم، نجتمع اليوم وعلى بركة الله تعالى في هذا المساء البهي لنشهد فرحة سيد البلاد المفدى والأسرة الهاشمية الكريمة والعشيرة الأردنية الواحدة والذوات الحاضرين جميعاً بصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان ابنة عبد الله الثاني المعظمة غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وزهرة بيته وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين كريمة البيت الهاشمي وابنة الأردن الأغلى، لتزف عروساً لمن اختاره قلبها ولمن خطب ودها ليسعد بها، والله أسأل أن يبارك لهما وأن يحفظهما وأن يملأ حياتهما بالسعادة والسكينة والمودة والرحمة والألفة. وأستأذنكم سيدي جلالة الملك لنبدأ بمراسم عقد الزواج الميمون.
شكرا.